دق خبراؤنا للزمير ناقوس الخطر وقالوا بأن الموجة الثالثة قد بدأت فعلا ببطء، خصنا نكون حذرين باش ما نساعدوهاش ترتفع بقوة ونحاولوا ما أمكن تحكموا فيها. فلذلك قررت لجنة القيادة وقررت الحكومة استمرار الإجراءات الاحترازية اللي كانت طيلة شهر رمضان، ونبدأ الحظر الليلي ابتداء من الثامنة. ورا هذا قرار مؤلم وأخرناه أيام، وصدقوني حتى واحد فينا ما بغى الحبابه خوتو المواطن المواطنات ديالو نقيدوا الحركية ديالهم. حنا عرفنا كيفاش المغاربة كيحتفلوا برمضان كيبغيوا رمضان، وعرفنا الحب ديالهم للشعائر الدينية ديالهم، ولكن إذا كان شي حاجة ضرورية راه ضرورية، ما بغيناش نفقدوا مزيد من المواطنات والمواطنين، وخصنا نديروا الثقة في الخبراء ديالنا، ونديروا الثقة في المسؤولين ديالنا، ونديروا الثقة في بلادنا، وهذه الثقة إن شاء الله هي اللي غيتجنبنا ما هو الأسوأ.